اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم 26 كرونو. هذه الحلقه تعتبر حلقه خاصه بقافله 3-3 باسكتبول موروكو التي نظمتها جمعيه تيبي المغرب. يرافقني لتقديم هذه الحلقه والمزيد من التوضيحات رئيس جمعيه تيبي المغرب امين زريات. اهلا بك امين. اهلا بك سهام. اليوم اكيد ان نحن في دار اطفال بن مسيكس دي عثمان اللي كتحتضن المحطه الرابعه والاخيره من القافله ديال 3-3 باسكتبول موروكو. باش نعرفوا الجمهور الكريم، 3-3 باسكتبول موروكو هي قافله كتضم نجوم الان بي اي اللي قاموا بجوله عبر المغرب، الرباط، فاس، وازرو، واليوم بالبيضاء. قبل ما نهضروا على النجاح الدوره او نجاح هذه القافله، نهضروا على فكره تنظيم قافله من هذا النوع. اولا تنشكر بزاف الاذاعه الرياضيه والبرنامج 26 كرونو اللي تيعطي الاهتمام للبرامج تاعنا ديال تيبي المغرب. دونك تيبي الماروك هي جمعيه الهدف ديالها هو تنميه وتطوير كره السله في المغرب عن طريق برامج ذات طابع رياضي اجتماعي تربوي وثقافي. ونبنى عده احداث قافله ديال كره السله في المدارس في جميع المناطق ديال المغرب. دوري دولي ديال كره السله الجامعيه اللي كان في الدوره ديالو الرابعه السنه الماضيه، ومخيمات ديال تيبو ديال كره السله. اليوم درنا واحد الحدث جديد اللي هو 3-3 باسكتبول موروكو. هذا الحدث اللي تنديرو بتناسق وبشراكه مع السفاره الامريكيه هو حدث نوع ديالو جديد، لانه 3-3 باسكت هو واحد الرياضه ديال الباسكت ولكن مختلفه على الرياضه باسكت نورمال. دونك سي بحال قلتي لو ستريت بول. دونك هذه الرياضه اللي ولات رياضه اولمبيه ان شاء الله في 2016. وجبنا ايضا واحد الحاجه حتى هي جديده، اول مره تجيونا دي ستار من ان بي اي ودبليو ان بي اي. ان بي اي هو الدوري للمحترفين الامريكيين في امريكا، ودبليو ان بي اي الدوري ديال النساء. دونك جبنا هاد لي ستار باش الشباب اليوم، الشباب اللي تيلعب كره السله الحلم ديالو هو ان بي اي. جبنا لهم هاد لي ستار باش يتحاوروا معاهم، باش يعلموهم شنو هما لي ريغل ديال هاد الباسكيت 3، و اون ميم طون هذه تكون اون اوكازيون باش نديروا لا بروموسيون، نشر هذه الثقافه الجديده في المغرب. نعم امين، ادونا الفايل هو نجم اورلاندو في الان بي اي، وكذلك روت ريلي هي نجم ميامي في الومن ان بي اي. اكيد انهما نجوم شاركوا في القافله، الرباط، فاس، ازرو، واليوم في الدار البيضاء. غادي نرجعوا للحديث على نجاح الدوره وعلى هاد النجوم بعد الروبورتاج، نتابع. مدينة الرباط أول من استقبل قافلة 3-3 باسكتبول موروكو، قافلة نجوم كرة السلة الأمريكية الذين جاءوا من أشهر وأقوى بطولات العالم ليتقاسموا مع الشباب العاشق للبرتقالية قصصهم وتجاربهم لقضاء أسبوع عنوانه كرة السلة للجميع. This has been an amazing camp, I think, because the kids are so knowledgeable. A lot of them, they're a different age in terms of what the knowledge is, but they all love basketball and they're really good at it. So I'm very excited. I was really impressed with just the excitement of the kids around the sport of basketball. They were all here, eager to learn. Morocco has been great so far and just really enjoyed my time here. 3-3 باسكتبول موروكو برنامج من تنظيم جمعية تيبي المغرب بشراكة مع السفارة الأمريكية بالرباط، وذلك ليس فقط من أجل تطوير كرة السلة بالمغرب وجعلها لعبة شعبية، بل أيضا بغية توثيق وتقوية الروابط الدبلوماسية الرياضية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. عندنا بارتنارية كويس مع مجتمع تيبو في مجال الباسكتبول، و ثلاث سنوات اشتغلنا معهم، وهذا من برنامج من هذه البارتناريه. واليوم ثلاث نجوم من عالم الباسكتبول الامريكي بروفيسيونيل هم في المغرب الان ليلعبون مع الشباب والشابات المغربي، وهذا كان يعني مثال الدبلوماسيه الرياضيه. شباب الرباط قضوا يوما ممتعا رفقة نجوم لأول مرة بالمغرب، أكيد أنه درس رياضي بامتياز سيظل راسخا في الذاكرة.
معاهم تجربة رائعة جدا، علمونا طرق كثيرة ديال اللعب اللي ما كناش نعرفوهم هنا في المغرب. المهم جيمغي بيان باش يكونوا هاد الانيشيتيف بزاف، يكونوا هاد المبادرات بزاف في المغرب، كيعاونوا بزاف الناس اللي مثلا ما كيلعبوش مع ذاك كلوب، يتعلموا شي حوايج على الباسكت، والناس اللي وليو كيبغيو الباسكت كثر. فوالا دابا ليطاب ديال الرباط كانت ناجحه، دونك دابا غنمشيو لفاس غنشوفو كي غتكون. يلا تبعوني. المحطة الثانية كانت العاصمة العلمية فاس، الضيوف في جولة بالمدينة العتيقة ليكتشفوا الوجه الآخر للمدينة، الوجه التراثي العريق الذي يعود تأسيسه لآلاف السنين، والبداية بإحدى أقدم المدارس الفاسية، المدرسة البعنانية. It's beautiful. There's so much history and tradition here, and you know, it's wonderful to see the kind of old city. I'm walking through the marketplace. I have to go negotiate some clothes. It takes a lot to buy like a whole full outfit for me. I need a traditional outfit, and I need to negotiate. So I need to go to the souk and learn how to do that. No, I find Fez fantastic. I mean, what history. I find working with young Moroccans a lot of fun. They're very hardworking, they listen, they're very polite. So far this trip's just been a dream for me. I've always wanted to come to Morocco. I've heard so much about it. I'm here and I'm teaching basketball, so it's just a great, great trip. بعد حوالي 150 مشاركا بمدينة الرباط، فالشباب الفاسي لم يقل عددا عن سابقه، شباب اختلفت أعمارهم ووحدهم عشق كرة السلة. سميتي نزار غميرو، عمري 10 سنين، جيت لما دراري بحالي ومع دي ستار ديال ميريكان. ورشات ودروس رفقة عمالقة السلة العالمية استمتع خلالها ممارسون صغار حلمهم أن يكونوا نجوما في يوم من الأيام. كاينين هنايا دو جوغ، واحد في ان بي اي وواحد في ومن ان بي اي، دونك التجربه ديالهم وديك الشيء سي كيك شوز اللي نقدروا نستافدوا منها بزاف. جابني ترونسبور ديال دار الاطفال وفاء، جينا باش نتحموا هنا الرياضه. محطة فاس نظمت بتنسيق مع نادي النجم الرياضي الفاسي لكرة السلة الأخير الذي لم يخلف الموعد، مستغلا فرصة الحضور لتوقيع عقد شراكة مع جمعية تشيبي. اتفاقية شراكة هي في إطار التكوين المتبادل، في إطار تكوين الأطر، في إطار تكوين الشباب، في إطار المساعدات على كذلك على التكوين يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هنا في الأندية بمدينة فاس وخارج مدينة فاس. هذه بالفعل يعني شراكة اللي غادي تعطي واحد لا موتيفاسيون للنجم الرياضي الفاسي باش يزيد يعطي في المسار ديالو اللي الحمد لله ماشي في التكوين هذيك أكثر من 10 سنوات. إلى حدود الساعة كل شيء على ما يرام كما خططت له الجمعية وكذلك المكتب الثقافي للسفارة الأمريكية في انتظار ما ستجود به محطة أزرو وبعدها محطة البيضاء. برمج يعني من البداية ديالو حسينا بالنجاح، الشباب كلهم اللي جاونا في الرباط واليوم في فاس كانوا الشباب متحمسين بزاف، كيعشقوا كرة السلة. الأجواء بالقاعة المغطاة بأزرو فاقت كل التوقعات تحت المطر وبرودة الطقس التي بلغت 3 درجات تحت الصفر، أزيد من 200 مشارك جاءوا لإنجاح الحدث بالمدينة والاستفادة من دروس أدونال وروث واكتشاف قصصهما في NBA و WNBA. جاء دوس النار مزيان لعبت الباسكت وعجبنا هذا الشيء مزيان. لعبت الباسكت وعجبني الحال بزاف، تلاقيت مع لعابه كبار وعجبني الحال، تصورت معاهم وعجبني الحال بزاف. نادي أزرو لكرة السلة هو الآخر كان محظوظا بتوقيع اتفاقية شراكة مع الجمعية، اتفاقية أكيد أنها تعني الكثير لفريق ناشئ مثل فريق أزرو. محطة أخرى ناجحة نجحها الحضور وكذلك طاقم قافلة تيبو.
اسميتي جوال جاكسون، انا متطوعه من وحده منظمه سميتها هيئه السلام امريكيه، وانا جيت هنايا باش نكون ناتيبو، باش نكون بحال كوتش، باش نعلم الشباب شي هواج ديال الباسكت. زكريا عمراني لاعب كره السله، انا فرحان حيت تنتعرفوا كل نهار على شباب ودراري صغار، وانا اصلا من شحال هذه كيعجبني نتعامل مع الدراري الصغار وتوريهم كيف يدير الباسكت. سعدنا مزيان، جو سوي بارمي لو ستاف دو تيبوس، سي ما دوزيام اكسبيريونس افيك لاسوسيام تيبي ماروك ابخي لو تيبي ساموركان. Alors ça se passe très bien. Hamza Akramon, l'ambassadeur de l'association Tibi Maroc FSLA. Un message à envoyer. كنبغي نشكر جميع لي بارتيسيبون اللي كانوا معنا في لي زيتاب ديال الرباط، فاس، ازرو، انسي كو كازابلانكا. امين بهاوي، شاف دو بروجي او تيبي. كاين واحد الاقبال كبير، يعني الشباب المغربي خاصو غير واحد التفاته. حمزه الخلطي، لو كوميونيتي ماناجر دو لاسوسياسيون. جادريس مون ميساج او فان، جو لو رميرسي دو نو سويف سوغ لا باج فيسبوك. اي اوسي جو لور دي اون فا كونتينيي نوتر افونتور افيك بلوس دو بانش اي بلوس انرجي. بونجور، جو مابيل دافيد ماكدونالد، جو سوي امريكان، جو سوي ان فولونتير avec le corps de la paix ici au Maroc. Maintenant, on est à Azrou en train de faire du basket avec les vrais joueurs de basket. Badr Ghis, assistant coach. Tous les jours, on se rencontre avec les petits enfants, les jeunes. On se rend compte qu'ils sont heureux. Nada Boujanoui, Medine Tiznich. Tibu, tu as passé le message sur le basket, tu as essayé de faire le basket dans le Maroc. Fidan Erdogan, مدير تقني في الأكاديمية ديال جمعية تيبي. العملية هذه هي عملية جد مهمة، وكنطالب بها أنه جميع الأندية يحاولوا يقوموا بها على أساس يقوموا بنهوض التعليم أو تدريب الفئات الصغرى. مهدي تسول، اكتشفت واحد المتعة أخرى في التعامل، بأنني جمعت ما بين الباسكتبول الرياضة اللي كنحبها وأيضا التعامل مع الدراري. محمد الإدريسي، جافي لوكازيون باش تكون عندنا ان بارطاج مع دي جوغ د لا ام بي اي و دبليو ان بي اي، اللي كنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم. انا خالد غليظ، انا هو الفوتوغراف اوفيسيال ديال تيفي ماروك. سعد كرم، جو في بارتي دو ليكيب تكنيك دو تيفي ماروك. جي ان سول ميساج بور دير تيفي ماروك، سي كو جو لي ريميرسي بوكو باسكو مي في بارتيسيبي ا كري ان نوفو ماروك. الغواتي سعيد، مسؤول على الامتعه في القافله ديال تيفي 3 3. الميساج اللي باغي ندوز للمسؤولين ديال الرياضه في هذه البلاد السعيد، وانهم يسلموا المشعل للشباب، فالشباب ديال هذه البلاد قادر يسير هذه الرياضه وسيرتو كره السله الوطنيه. دار اطفال بن مسيك سيدي عثمان هي من احتضن اخر محطه القافله، والعدد هذه المره فقط 300، محطه شهدت حضور شخصيه سياسيه لبست ثوب الرياضه لتشارك وتستمتع هي الاخرى بالجو المرح الذي اتت الفضاء. Comme vous savez, on a une relation très forte entre les États-Unis et le Maroc. Et ce programme vient dans ce cadre, dans le partenariat entre les États-Unis et le Maroc. Nous faisons beaucoup de choses, mais on veut aussi renforcer nos liens avec les associations locales comme TIBU. أطفال وشباب البيضاء نالوا نصيبهم من الدروس وحصلوا على شواهد المشاركة كزملائهم في باقي المحطات، شواهد موقعة من أدنى الفول وروتريلي، اسمان تركا آثارا وذكريات جميلة في مخيلة هؤلاء اللاعبون الصغار في مختلف المدن التي قاموا بزيارتها. J'ai venu pour voir les joueurs de NBA et pour jouer au basket. Je me suis réveillée, j'ai cru au mot, je me suis allée dans le basket. À 4 ans, je me suis allée dans le dribble, je me suis allée dans le corps, au basket, je me suis allée dans le basket. الحصيلة كانت إيجابية، عنوانها كرة السلة رياضة شعبية بالمغرب. This has been one of the most amazing trip of my life. The kids here and the passion for basketball in Morocco is no other. It's like nothing like I've ever seen. It's amazing. 200 kids coming out in the snow yesterday. Over 300 kids. Having over 200 kids here today. The passion for basketball throughout Morocco has been amazing, and we are so very excited that we could be here and share it with these amazing kids. It's been amazing. These kids are so excited to play basketball and to learn. And Tibu has been an amazing organization. Their coaches are really great.
and I've been impressed with the kids. I'm not leaving. I'm not going home. I'm staying. And if I go home, I'm coming back right away. No, I had an amazing time. I'm open to coming back anytime. Thibaut needs me, the Morocco needs me, the people here. It's been amazing. إذا من كيف ما تابعنا مشاهدينا في أربعة ديال المدن زرتهم قافلة 3-3 باسكتبول موروكو دائما معي أمين اليوم احنا في المحطة الرابعة نقدروا نقولوا أننا نجحنا في تنظيم تظاهرة حضروها مجموعة ديال الشباب اللي وعرفنا بلا الباسكت بزاف كيثير اهتمام مجموعة من شباب المغاربة يعني في الرباط يكفي أننا تحدثنا على أكثر من 120 مشارك في فاس 100 مشارك في أزرو أكثر من 200 مشارك 250 واليوم في الدار البيضاء أكيد أن فاتفقت 200 امين اليوم هو كاين واحد الاختلاف هذا البرنامج هو مختلف على البرامج الاخرى لانه اليوم هما الشباب هما اللي تيجيو عندنا كنا نورمالمون في لي كارفان اللي تنديرو في القافلات اللي تنديرو ديما حنا تمشيو عندهم في المدارس تمشيو عندهم في الثانويات تمشيو عندهم في الجامعات اليوم الشباب هو تيجي عندنا و سي امبورطون علاش خصنا نعرفوا هذا الشيء تاكد بانه الشباب في المغرب تيحبوا كرة السلة وخصنا نعطيوهم وخصنا نديروا لهم برامج أكثر وأحداث أكثر باش يستافدوا ونحاولوا نطوروا ونشروا هذه الثقافة في المغرب كامل. نعم اكيد ان هاد ثقافه الكره السله و3-3 باسكتبول يعني هو اقرب من ذاك الباسكتبول الاكاديمي ديال 5 في الملعب ايضا 3-3 هو يقدر غير حنا واحد جوج ديال الصحاب لعبوا باسكت يعني حتى هذه كانت متعمده امين. نعم هذه كانت متعمده لانه قبل ما نشروا هذا قبل ما نعلنوا على هذا الحدث كنا قلنا درنا واحد لو تيزينغ في لي ريزو سوسيو فيسبوك وفي تويتر وهذا قلنا اش بان لكم الا تجمعنا ولعبنا وربحنا ودرنا واحد اللوغو ديال ان بي اي واللوغو ديال دبليو ان بي اي ودرنا اللوغو ديال تيبو دونك كاع لي فان ديالنا قالوا تيبو جمعيه تيبو شنو تيوجدوا شنو الجديد ديالهم دونك داكشي علاش كلشي بقى متبعنا والحمد لله جاو عندنا الناس بزاف جاو عندنا الاطفال من سنين حتى الشباب اللي عندهم 25 عام وتيستافدوا من عده ورشات اللي هما انكادري من النجوم ديالنا من ان بي او دبليو ان بي اي وايضا لي كوتش ديالنا لو ستاف تكنيك ديالنا ديال الاكاديمي ديالنا ودي كوتش ماروكان وافريكان. نعم جوج ديال النجوم ادونا الفايل كما قلنا سبق نجم اورلاندو وروتريلي اللي هي نجمه الميامي اكيد اننا حنا تعرفنا اليوم في هذه القافله وغيتعرفوا اليوم الناس في الروبورتاج ولكن حنا غنقربوا الجمهور ديالنا اكثر من ادونا الفايل وروتريلي نتابع في البورتري. Assalamu alaikum. My name is Donald Foyle, and I grew up on a very small island in the Caribbean called St. Vincent and the Grenadines. There was 500 people on my island, so I was one of the first person to be going to college. Imagine growing up on an island of 500 people, going to the United States and competing in high school, college, and playing and being one of 450 of the best players in the world. More than anything else, you have to believe in yourself. You have to work hard. But I was not very good at basketball. I was very skinny and uncoordinated. Nobody starts playing a sport and is an expert. It just takes a lot of practice.
حضروا في قافلة 3-3 باسكتبول موروكو أكيد اللي نظمتها تيبو المغرب بشراكة مع السفارة الأمريكية. أكيد أن السفارة الأمريكية هي ساعدتكم في جلب هاد النجوم أو في دعوة هاد النجوم للمغرب، كيفاش نوع البارتنرية اللي عندكم معهم وكيفاش تم يعني التعاون معهم في هذا السياق؟ كما تتعرفي سهام، حنايا السفاره الامريكيه هذه سنتين وحنا حنا مشاركه معهم في عده برامج اللي تنديروا بحال القافله ديال كره السله، بحال الدوري الدولي الجامعي، وبحال ايضا تيبو لو كامب، تيبو سامر كامب. وكان كنا في لافان ديال السنه الماضيه قالوا لنا راه يمكن نديروا ايضا واحد الحدث جديد، خصكم تفكروا شنو الشباب المغربي يبغي في هذا الحدث، شنو الشباب المغربي يبغي يشوف من امريكا. دونك فكرنا في هذا 3-3 ديال باسكتبول موروكو وقلنا لهم فوالا شنو نقدروا نديروا. وكنت انايا مشيت لامريكا في شوتنبر 2013، وكنت مشيت للسبورتس يونايتد. سبورتس يونايتد هو واحد ان بيرو اللي تيتكلف بالدبلوماسيه ديال الرياضه. ياك، وشرحت لهم شنو تنديروا الجمعيه ديالنا وهذا، وعجبهم الحال واتصلوا بالسفاره الامريكيه وقال لهم مزيان تيبو تيديروا الاحداث جميله. والحمد لله من بعد قلنا قواعد مشينا وصافي درنا هذا الحدث اللي عطى اليوم الثمار ديالو، وان شاء الله ما تكونش لا بروميير وما تكونش لا ديرنيير اديسيون. ايفيكتيفمون هي ماشي لا بروميير ماشي لا ديرنيير، وهذاك ما كياكدوا ايضا الملحق الثقافي صامويل وينبرغ في التصريح التالي. نتابع التصريح. من سفارة أمريكية من مكتب ثقافي، نحن عندنا واحد اهتمام كبير في الرياضة هنا في المغرب. نحن كنشوفوا الرياضة كواحد وسيلة باش الشباب في المغرب يحققون الأحلام ديالهم. ونحن من سفارة أمريكية ما عندناش بلاصة ديالنا في المغرب، ما عندناش الإمكانيات باش نديروا برامج خاصة برامج رياضية بوحدنا. إذا كل شيء كنديروا خصنا شريك، خصنا نخدموا مع شي جمعية ولا شي مؤسسة مغربية. نحن منذ شي 3 سنوات شفنا واحد جمعية كتخدم بشدة وكتخدم بزاف للأجل شجع الشباب في المغرب، اسمه هاد جمعية تيبو. ونحن كنا كنعرفوا الهدف الرئيسي ديالهم باش هم يشجع الشباب، إذا كنا بغينا نديروا شي شركة معهم. دخلنا أولا معهم منذ شي 2.5 سنوات، وخدمنا معهم مع المخيم سيفية ديالهم مع كرة السلة، خدمنا مع الكارافان القافلة ديالهم مع شي 17 مدن في المغرب، وخدمنا مع بعض الأنشطة أخرى معهم مع المسابقة كيديروا مع الجمعيات وكليات. نحن فرحان بزاف باش نخدموا معهم، ونحن نتمنى أن نستمروا العلاقات معهم على مدة طويلة. نحن من سفارة أمريكية لعبنا واحد دور كبير بالنسبة للتنظيم، ولكن الأكبر دور ديال التنظيم ديال هذا البرنامج هو مع تيبو، مع الجمعية المحلية هنا في المغرب، وخصنا نقول لهم شكرا بزاف بالنسبة لتيبو. ولكن أيضا نقطة مهمة هنا من الجانب حكومة أمريكية، نحن من سفارة أمريكية ماشي بوحدنا، كاين واحد مكتبة في وزارة الخارجية في واشنطن، مكتبة سميتها سبورتس يونايتد، وهم كينظموا البرنامج حول كما نسميها دبلوماسية عبر الرياضة. وقلنا لهم نحن عندنا شريك محلي هنا في المغرب تيبو، جمعية تيبو كيخدموا بزاف على ميدان كرة السلة. نحن كنشوفوا كرة السلة فيها واحد اهتمام كبير هنا في المغرب، كاين شباب كاين جمهور بغاو يعرفوا أكثر. إذا ممكن أنتم في مكتبة سبورتس يونايتد في وزارة الخارجية تسافر لنا شي نجوم ديال الباسكت، نحن نطبقوا شي حاجة مزيانة هنا في المغرب. إذا هذا كيفاش بدينا، ولكن عندما بدينا مع المناقشة مع تيبو. ما يمكنش نحن من سفارة أمريكية نطلبوا شي نجوم ديال الباسكت ولا أي رياضة بدون شي مغاربة كيقولوا لنا نحن بغينا داك الشيء. إذا كيفاش كنديروا هاد الشيء بالضبط؟ الـ NBA الجمعية ديال كرة السلة في أمريكا، وجمعية ديال كرة السلة النسوية،
هم كيمولوا السفر ديال هاد الناس ديال هاد النجوم. وايضا ال NBA International الجمعية ديال كرة السلة الأمريكية الدولية، عندهم واحد فرق دولية، هم كينظموا بعض التفاصيل، وهم الذين يختاروا النجوم ديال الباسكت. إذا نحن ما كنديروا شي طلب بالضبط، بغينا هاد سير ولا هاد سيدة، هم كيسافر لنا الناس مناسب بالنسبة للبرنامج ديالنا. نحن قلنا لهم في هاد البرنامج عندنا واحد تركيز ماشي فقط على كرة السلة، ولكن عندنا واحد تركيز على 3 on 3 لأن نحن كنشوفوا هنا في المغرب كاينين بزاف ديال الشباب يحتمون وعندهم رغبة في كرة السلة، ولكن ممكن ما عندهمش أصدقاء كافي باش نجمعوا شي فرق ديال 5 ديال الناس ولا 10 ديال. إذا قلنا في مناقشة مع تيبو علاش لا نحاولوا نبداو شي حاجة صغيرة 3 on 3 باش واحد شاب هو يقول عندي جوج ديال الأصدقاء يلا نديرو شي 3 on 3 نديرو شي 3 on 3. عندنا الأهداف ديالنا، بغينا نشجع الشباب في المغرب، بغينا نشجع علاقات جيدة بين المغاربة والأمريكيون بشكل عام. إذا أي وقت عندما نحن من المكتب ديالنا كنشوفوا تيبو عندهم نفس الأهداف، بغينا نشاركوا معهم على حسب الميزانية ديالنا في أي سنة. بالنسبة لتيبو الآن نحن عندنا علاقات معهم شي 2.5 to 3 years وهم مشاو بعيد، هم الآن عندهم علاقات مباشرة بعد هذا البرنامج مع NBA و WNBA، ما خصهمش المساعدة من سفارة أمريكية، ولكنهم وصلوا واحد حد كبير بالنسبة للإمكانية ديالهم. إذا نحن دائما مستعدين باش نشاركوا معهم باش نديروا شي شركة معهم، ولكن خصنا الآن نشوفوا واش كاين شي جمعية أخرى صغيرة عاد بداو ممكن نخدموا معهم. ولكن بالنسبة لتيبو نحن عندنا ثقة فيهم ماشي 100% 200%. نعم مشاهدينا، إذا هو حدث ناجح بالنسبة للطرفين، بالنسبة لجمعية تيبو المغرب وكذلك بالنسبة للمكتب الثقافي بالسفارة الأمريكية. أمين، أكيد أننا اليوم يلا احنا في جانفي 2014، أكيد أن السنة 2014 مازال حافلة بالتظاهرات ديال تيبو المغرب، أكيد إما مع شراكة مع السفارة الأمريكية أو هي أحداث ديالكم ديال تيبو المغرب. شنو تقدر تقول لي أمين على هادشي يعني لي بروجي ديالكم ديال 2014؟ الوغ البرامج ديالنا هاد العام 2014 ديجا بدينا بهاد 3-3 باسكتبول موروكو اللي كان الحمد لله كان انجاز كبير. في شهر 3 ان شاء الله غنضمو الدوره الثالثه ديال القافله ديال تيبو اللي غتكون من 3 حتى 23 مارس 2014، وهاد القافله غيستافد منها 11000 ليسيان اللي عندهم من 15 حتى 18 عام، واللي غتكون في اكثر من 20 مدينه في المغرب. دونك هذا هو سي ان بروجي اللي واعد كبير، وهذا غونجوز، وهذا لو بروجي الهدف ديالو هو بغينا اون فو انسيتي لي جين باش يمشيو يديروا كره، يمشيو يتقيدوا في الباسكت من بعد لو باساج ديال تيبو. غنحاولوا نعطيهم واحد التقنيه ديالنا كيفاش كما كنقولوا ندقوا فيهم البرا ديال الباسكت. دونك فوالا، كاين ايضا مخيم ديال تيبو اللي غيكون في شهر غشت 2014 من 3 حتى 15 اوت، وكاين ايضا عندنا واحد البرامج اللي ما تيدخلوش في نطاق الجمعيات، تيدخلوا في نطاق الاكاديميه ديالنا. نعم، بالنسبة للأكاديمية نرجع معك الأكاديمية، يعني جمعية تيبو نظمات أكاديمية أو أسست أكاديمية للتلقين دروس أو كرة السلة، وعندها بزاف ديال الكاتيغوري، وعندها تعرفوها كتعامل مع دي كوتش يعني كنعرفوهم على مستوى الوطني. شنو تقدر تقول على الأكاديمية وكيفاش جات الفكرة ديال الأكاديمية؟ وحنتوما للتذكير فقط فجمعية تيبو المغرب هي فقط 4 سنوات من التأسيس. نعم، بعد التأسيس تأسسنا في 2010، ومن تأسسنا في 2010 درنا لا ميسيون ديالنا هي نشر وتطوير كرة السلة في المغرب عن طريق برامج اللي هما برامج رياضية وان ميم طون ثقافية تربوية واجتماعية. ولكن هذا الشيء كان في لي زوبجيكتيف الأهداف ديالنا على المدى القريب، وعلى المدى المتوسط
قلنا بان خصنا ندوزو من لو ستاد ديال لا بروموسيون نشوف لو ستاد ديال لا فورماسيون اللي هو التكوين. وباش نديرو هاد التكوين انشاء اول اكاديميه ديال الكره السله في المغرب، وحنا فخورين بزاف لانه اي حاجه تنديرو اول مره، اول مره ان بي اي، اول مره اكاديميه، اول مره الدوري الدولي، اول اي حاجه قافله مدرسيه اول مره. دونك حنا فخورين بزاف بهاد الاكاديميه اللي تيجيو ليها شباب واطفال من 4 سنين حتى 17 عام، والهدف هو اون سوكوب دو لا فورماسيون ديالهم، لا فورماسيون سبورتيف الرياضيه البيداغوجيا لو ديفلوبمون بيرسونيل اوسي و لا فورماسيون ديالهم بيرسونيل. وهذا الشيء عن طريق ربعات المحاور الاستراتيجيه. اول محور هو الباسكتبول، دونك الباسكتبول عندهم ثلاثه حتى اربعه تدريب في الاسبوع، وعندنا واحد إدارة تقنية اللي تترأسها السيد رضوان الحداني ومعاه مؤطرين، أربعة مؤطرين ومعاه دي كوتش اللي هما ساهرين على البرنامج التقني. كاين أيضا لي سيونس ديال ليدرشيب ديال لو ديفلوبمون بيرسونيل باش نحاولوا الشباب ديالنا ياخذوا الثقة في نفسهم ويكونوا اون فادير دي ليدر بور نوت بيي. وكاين أيضا لو سويفي بيداغوجيك، تنشوفهم في المدرسة ديالهم كيفاش يقراوا، comment ils se comportent, لانه لو باسكت سي ان سبور ايدوكاتيف، ولانه ايضا رياضه المثقفين. فوالا وخص اللي يلعب باسكت يكون مثقف. فوالا وهذا الشيء اللي تنوعدوا به الناس، نقولوا كاع الناس يعني الاولاد اللي عندنا في الاكاديمي غيكونوا مزيانين في القرايه وغيكونوا مزيانين في الباسكت. وكاين في الاخير كاين كومون ابل لا في او سان الاكاديمي، كاين عندنا حياه تنخلقوها في الاكاديمي ديالنا، لانه كل شهر تنديروا احداث. باغ اكزومبل درنا من 3 ل 5 يناير درنا واحد لو ستاج وجاو فيه كاع الاطفال ديال الاكاديمي ديالنا والشباب ديال الاكاديمي ديالنا، وجاو معاهم الاباء ديالهم حتى هما لعبوا واحد الماتش. كاين ايضا في شهر 3 نظموا يوم عالمي للمراه، ونعيطوا على كاع المراوات اللي تيبغيو يلعبوا الباسكت يجيو عندنا في شهر 8 مارس. كاين ايضا واحد الدوري الدولي اللي غنمشيو ليه في هولندا، وهذا الشيء عن شراكه بيننا وبين واحد الاكاديميه في هولندا، غنديو اللعابه ديالنا باش يمشيو ويلعبوا هذا الدوري. كاين ايضا عده مخيمات في الربيع، و ديرنييرمون فهاد لو 3-3 باسكتبول موروكو اون سيني دو كونفونسيون، وحده مع النجم فاس، فريق النجم فاس الرياضي الفاسي، وحده مع الفريق ديال الازرو. وعن طريق هاد لي كونفونسيون غيكونوا واحد الرحلات عندهم باش نلعبوا معاهم. غيكون تبادل مجموعه ديال الاشياء. غيكون تبادل، والحمد لله يلاه بدينا لو 6 نوفمبر، دونك يلا شهرين وغادي مزيان. اكيد ان هادو افكار جديده واشياء جميله، وما من شانها الا ترقى بالباسكت بول في المغرب. شكرا لك امين على كل التوضيحات وعلى مرافقتك لنا خلال هذه الحلقه. شكرا بزاف سهام، وشكرا رياضه. شكرا لكم مشاهدينا، لا تنسوا ان تراسلونا دائما عبر البريد الالكتروني 26chrono@aridia.com. اضرب لكم الموعد في الحلقه المقبله، الى اللقاء.